بسم الله الرحمن الرحيم. سنذكر إن شاء الله مراحل توسعة المسجد النبوي من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ونذكر أيضا حجرات النبي صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة رضي الله عنها. أولا، أول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بنى مسجده على مساحة 32.5 شرق غرب في 28 متر شمال جنوب، يعني عرض الصف أطول من خلفه. ثم كثر الناس الحمد لله في الإسلام، وفي السنة السابعة وسع النبي صلى الله عليه وسلم مسجده وأصبح مربعا 46 متر في 46 متر، يعني 100 ذراع في 100 ذراع. ثم بعد ذلك وسع عمر بن الخطاب، أبو بكر رضي الله عنه لم يوسع المسجد، بقي على حاله لأن خلافته كانت قصيرة، سنتان وشيء وأشهر، وكان رضي الله عنه صحابه وأبو بكر كانوا منشغلون، كانوا مشغولين بقتال أهل الردة وببداية فتوحات الإسلام. فمنذ بويع أبو بكر رضي الله عنه بالخلافة إلى أن مات وهو في قتال والصحابة في قتال، فما احتاجوا إلى توسعة. وفي عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد 4 سنوات من خلافته وسع المسجد بالجهة الغربية والجنوبية، وأصبح 65 متر في 55.5. وين الصورة؟ أوريك الصور، صورة المسجد نفسه، مسجد في الرسم هذا. أي نعم، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان المسجد بهذه الصورة، في الأطراف جريد النخل وفي الوسط بدون سقف، وهذه الأعمدة التي فيه فقط، يعني ضفة 1 2 3 4 5 6 ثم يكون هنا 7، يعني أن الأعمدة الآن موجودة لا تتوافق مع ما وضعه النبي صلى الله عليه وسلم. القبلة هنا، تمام. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه وسع من هذه الجهة جنوب، ووسع غرب من هنا، تمام. ثم التوسعة الثالثة عام 29 وسع أثمان من الجهة الغربية والجنوبية والشمالية، يعني من جميع الجهات سوى جهة القبر، جهة شرقية موسعه، فأصبح المسجد 74 متر في 69.5. عمر سبق لكم أنه وسع هنا وقتل في محرابه هنا. عثمان رضي الله عنه وسع زيادة أكثر منه حتى أصبح الإمام يصلي كان في المحراب الأول المتقدم، يسمى محراب عثمان لأن توسعة عثمان. ووسع أيضا من الجهة الغربية، ووسع أيضا من الجهة الشمالية، يعني الجهة التي فيها القبر لم يوسعه فيها. أرسمها لكم ولا ما يحتاج رسم؟ تحتاج الرسم ولا ما يحتاج؟ ها؟ طيب. ثم بعد ذلك وسع الوليد بن عبد الملك مع جميع الجهات
سوى جهة محراب عثمان، الجهة الجنوبية ما وسع. فأدخل القبر، فأدخل حجرات المسجد، فأصبحت مساحة المسجد 93 في 93، يعني توسعة الوليد كانت من هنا وهنا وأيضا هنا. فدخلت حجرة عائشة التي فيها القبور، أدخلها في المسجد، تمام. أما الجهة، جهة محراب عثمان، لم يكن فيه توسعة في عهد الوليد، وإلى الآن لم يكن فيه توسعة، توقفت التوسعة. آخر توسعة في الجهة الجنوبية في عهد عثمان رضي الله عنه. ثم التوسعة الخامسة 162، وسع المهدي مصر الجهة الشمالية، شيء يسير، جهة الحصوات. ثم 888، شوف يعني قرابة 600 متر، 650 سنة تقريبا أو قريب منها، لم يكن هناك توسعة المسجد النبوي. ثم في سنة 888 وسع قايتباي. قايتباي هذا كان هو والي مصر، وكان محب لتوسعة الحرمين كثير، لذلك لما وسع في المسجد النبوي وجمله احترق، ثم عاد مرة ثانية وأصلح، فمكث في العمل فيها، في عملها حوالي 10 سنوات. وقبره قايتباي في مصر الآن، يعني في الإسكندرية أو في القاهرة، أظن في القاهرة، لكن له مسجد في الإسكندرية أيضا. كان يحب بناء المساجد رحمه الله. فوسع من الجهة الشرقية 120 متر من جهة البقيع، لكن توسعة ليست 120 مربع متر، قليل يعني. ثم التوسعة السابعة من 1265 إلى 1277، وسع السلطان عبد المجيد بعد أن هدم جزء وعاد عمارته، وأضاف إليه من الشمال 1200 القديمة من القديم في الجهة الجنوبية من المسجد الآن مع زخارفة، يعني وسع من نصف الحصوة الأولى إلى باب المجيد الآن التي بعد توسعة الملك فهد. وسع هذه، والمراد بالتوسعة يعني كان في بيوت وزال البيوت، ووضع في مؤخرة المسجد إلى الآن واضح فيه غرف جعلها مدارس تدريس طلاب القرآن والعلوم الشرعية، وأيضا هو وسع أو زخرف الزخارف الحالية في المسجد القديم الآن، الرسومات التي في جهة القبلة وغيرها هو التي وسعها، هو التي جملها، يعني الحرم القديم هو في وقته في الفترة هذه اشتغل في عمارة المسجد 12 سنة، وبعدها توقفت التوسعات في عهد الدولة العثمانية. يعني الحرم القديم الآن له حوالي 170 سنة أو 140 سنة تقريبا الحدود، يعني هذا هو أقدم ما يوجد من الشيء الظاهر عدا المناير. المناير، منارة باب السلام، هي الآن أقدم ما في الحرم، ثم يليها ب50 سنة المقبرة التي عند باب البقيع، ثم يليها في القدم توسعة السلطان عبد المجيد التي هي المسجد القديم، ما عدا كل قديم أزيل، ما ليس له أثر.
استغفر الله. ثم بعد ذلك توسعة الثامنة في عهد الملك عبد العزيز رحمه الله، بدأ فيها وانتهت في عهد الملك سعود رحمه الله، والتي عرفت بتوسعة الملك سعود لأن افتتحها وأكملها، لكن بدأ بها في عهد الملك عبد العزيز رحمه الله. والتوسعة من الجهة الشمالية فقط، يعني إلى الآن في اللي توسعت الملك سعود واضحة زيادات اليسيرة. ثم بعد ذلك عام 95 في السنة التي قتل فيها الملك فيصل رحمه الله، وسع الجهة الغربية. الجهة الغربية ما كان في بناية مسجد، وإنما أرض وجعل لها سقف من حديد وفيها المراوح، لكن لم يكن فيه بناية مسلحة. ثم عام 97 بعد تولي الملك خالد رحمه الله بسنتين وسع، لكن في الجهة الجنوبية الغربية جعلت مواقف للسيارات تقريبا، وشيء منها يسير للتوسعة. ثم بعد توسعة الملك فهد رحمه الله بعد ما تولى ب3 سنوات، التوسعة بلغت 82,000 متر مربع، وهي المعروفة الآن توسعة الملك فهد رحمه الله. ثم التوسعة 12 اللي أمر به الملك عبد الله رحمه الله، ثم بعد ذلك الآن في عهد الملك سلمان في التوسعة. هذا بالنسبة لمنال المسجد النبوي. المحاريب الآن الظاهر 3 محاريب في الحرم ظاهرة فيها. المحراب الأول اللي يصلي فيه الإمام الحالي الآن اللي قريب من الروضة، اللي في الروضة الآن يسمونه الناس الروضة، هذا محراب عمر بن الخطاب الذي قتل فيه. أما محراب النبي صلى الله عليه وسلم فهو خلفه عند مباشرة بعده ب4 أمتار و60 سنتي، كما قال السمهودي 10 أذرع، وليس له وجود الآن لأنه بعد العمود في جهة الشرق بيسير موازي للمحراب عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ثم عاد بناء السلطان قايتباي سنة 888 وإلى الآن الموجود من عهد قايتباي، وأصلح فيه بعض الزخارف السلطان عبد المجيد. ثم محراب علمين المنبر أنشئ عام 948، وبعضهم يقول 938 بعد سليمان القانوني، ومكتوب عليه الآن 8,900، لكن سقطت كلمة وأربع أو وثلاث، لأن 8,900 ما كان السلطان سليمان القانوني تولى الخلافة. ثم المحراب الذي يصلي فيه الإمام سابقا هو موضع مصلى عثمان، لأن في عهد عثمان ليس فيه محراب، فوضع الوليد بن عبد الملك مكان محراب يصلي فيه الإمام. ثم وسع بالصفة الحالية قايت بايع 88، ثم سلطان عبد المجيد أصلح مع الزخارف وضع عليه الزخارف. هذا هو محراب اللي يصلي فيه الإمام الآن، وهذا محراب عثمان رضي الله عنه، محراب عمر رضي الله عنه الذي قتل فيه. وفي عهد عمر رضي الله عنه لم يكن مجوف هكذا، إنه كان جدار واحد بدون محارب، وهذا اللي كان يصلي فيه الإمام سابقا
توسعة عثمان وصلت إلى هنا، أما التجويف الداخلي بعد الوليد. هذا المنبر مراحل، بس المنبر مر بتسعة مراحل. كان في البداية النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وهو مستند إلى جذع النخلة عند المصلى، ثم اتخذ ثلاث درجات. ثلاث درجات تبدأ من هذا المكان، واحد من هذا المكان، واحد اثنين ثلاثة، تنتهي عند هذا المكان. ما بعده هو زيادات من كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم في زيادة الدرجات. يعني هذا الحيز خارج مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو داخل في توسعة عمر رضي الله عنه. أما الدرجات الثلاث الأول التي بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما زال مكانها هي الثلاث، واحد اثنين ثلاث، موازية للعمود الأعمدة الثانية. ثم بعد هذه الدرجات اللي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا الدرجات احترقت لما احترق المسجد سنة 654، ثم احترق المسجد مرة ثانية لما أصلح قايت باي، المسجد احترق مرة ثانية فليس له أثر. في عهد معاوية رضي الله عنه زاد ست درجات، لكن خارج المسجد في الخلف في توسعته عمر. فلم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن الصفوف منقطعة، وإنما ثلاث درجات الصف لا ينقطع. لما احترق المسجد عام 654 أرسل الملك المظفر صاحب اليمن منبرا جديدا، ثم 664 أرسل ظاهر بيبرس منبر جديد، ثم 797 أرسل الظاهر برقوق منبر جديد، وفي عام 28 أرسل السلطان مجد حمد منبرا جديدا. ثم 868 احترق المسجد واحترق معه المنبر، فبنى أهل المدينة منبر بالآجر يعني بالجص، بناه مؤقتا يعني. في عام 888 بنى السلطان قايتبار منبرا من الرخام، والآن هذا ظن وضع في المتحف أو أنه مسجد قباء، بعضهم يقول كذا وكذا الله أعلم. وفي عام 998 أرسل السلطان مراد العثماني منبر الموجود الآن، يعني هذا موجود له الآن 400 سنة و43، له 400 سنة. بيوت النبي صلى الله عليه وسلم بعضها يعني مكونات بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، بعضها غرفة واحدة فقط، وبعضها غرفة و لها فينا اللي يسميه بعض الناس حوش. انتم حاطين الغرف ولا ما حطيت الغرف؟ معلومات عنها. خمس من بيوت النبي صلى الله عليه وسلم في غرفة فقط، وأربع غرفة مع حوش فينا يعني. القبلة هنا، المحراب هنا، بيت عائشة. أولا كان بيت سودة رضي الله عنها هنا، وكانت القبلة هنا قبل التغيير، فكان أول بيت هو بيت سودة. والنبي صلى الله عليه وسلم مع الحجرة مع بناية المسجد بنى بيتا لسودة وهو بيت عائشة، بيت عائشة في الأخير. فلما تغيرت القبلة للجنوب أصبح بيت عائشة هو أول بيت. يعني لو قال شخص لماذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يبني بيته عائشة بعيد عن الرجال، قل كان هو بعيد بس لما تغيرت القبلة أصبح قريب. هذا بيت عائشة، وهذا الفناء، وهذا بيت فاطمة رضي الله عنها مع علي، وهذا الفناء، ثم فضاء، ثم بيت حجرة سودة،
هم بيوت للصحابة رضي الله عنهم. في هنا باب يدخل على المسجد، وإلى الآن مكانه باب جبريل. ثم هنا بيوت للصحابة في الصف الأول كانت تفتح المسجد، ثم أمر صلى الله عليه وسلم بإغلاقها، ثم باب، ثم بيوت للصحابة، ثم أيضا بيوت الصحابة، ثم بيت أبي بكر رضي الله عنه، مقابل بيت بنته، مقابل بيت عائشة، وبيت النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. وبعد غزوة خيبر بنى النبي صلى الله عليه وسلم بيوت خلف بيوت الصحابة هذه الأربع، لكن ليست مطلة على المسجد النبوي، وإنما في الصف الثاني. هذا حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني موافقة بشكل كبير جدا ودقيق لما ورد في الأحاديث وما ذكرها العلماء. المسجد النبوي القبلة هنا، ارتفاع السقف أقل من مترين، لأن الحسن البصري رضي الله عنه يقول دخلت حجرة عائشة وأنا قاربت الاحتلام، فإذا رفعت يدي ألمس السقف، هو صغير يعني ما مترين تقريبا. الأطوال هذه لما انهدم في عهد قايتباي الجدار الأول والجدار الثاني كما سيأتي، كان معهم السمهودي صاحب كتاب وفاء الوفاء، كان عالم أهل المدينة ومفتيهم، قال فكانت معي جريدة من نخل، فبدأ يأخذ المقاسات بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أول من وضع هذه المقاسات الدقيقة رضي الله عنه رحمه الله. توفي سنة 911، فمقاساته هذه هو وضعها بالذراع ونحن حولناها بالمتر، وكان يقيس بالملي قياساته، فيقول مثلا ذراع وربع وثمن راجح، يعني بالملي يحسبها لك. فحسب عرض الجدار كم، وحسب طوله كم هنا وكم هنا، وهذا كم وكم هنا كم هنا، وسيأتي تفصيل إن شاء الله. فالحجرة إذا أطلقت النصوص، إذا قيل حجرة أو بيت يشمل الاثنين، على التفصيل هذا يسمى بيت. الله يقول قرنا في بيوتكن، وهذا يسمى على التفصيل حجرة، يعني شيء متحجر زي الحجر. الله يقول إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، وسقفه من جريد النخل مثل مسجدة، والحجرة هذه بجريد النخل، وباب، وهنا باب خشب هو الباب الوحيد للحجرة النبوية، وهنا قماش أسود، ليس بابا، قماش أسود يطل على المسجد النبوي، وكان وسلم يخرج منه للصلاة، وكان هنا النبي صلى الله عليه وسلم له عتبة، كان وسلم يجلس هنا وعائشة تسرح شعره وهو معتكف عليه الصلاة والسلام، وهنا اللي كان عائشة رضي الله عنه تبعد الستار وتنظر إلى الحبشة وهم يلعبون من هنا، وهنا الذي النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى الصحابة قبل وفاته، فالتفت أبو بكر ومرأة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم تبسم هنا عليه الصلاة والسلام. مساحة
الغرفة 3.5 متر في 94، يعني 17 متر مربع، والحوش هنا 2.5 متر ليس 3، بدأ 2.5 متر كما سيأتي، في 25، والارتفاع تقريبا 1.60 متر. تمام، هذا صورة للحجرة التقريبية بدون سقف تقريبا. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم مات هنا عليه الصلاة والسلام، وهنا قبره كما سيأتي. هنا كان سرير النبي صلى الله عليه وسلم فيما يظهر من النصوص، هذا مكانه كما في النسائي وغيره. كانت عائشة تنام هنا، ثم يغمزها النبي صلى الله عليه وسلم فترفع رجليها. وهنا الله أعلم القرام اللي كانت وضعتها هنا مثل مستودع دولاب صغير، وهنا قرام مغطى، فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم ورآه تلون وجهه، كان هنا ستار. ففي هذه الحجرة الصغيرة المباركة سرير، ويصلي النبي صلى الله عليه وسلم، في مخزن للطعام، وكان يأكل فيها، ويدخل إليه فيه بعض الصحابة ويستقبل فيها الوفود. وهنا مات النبي صلى الله عليه وسلم، ما من نبي يقبض إلا يدفن في المكان الذي قبض فيه، ومات وهو ورأسه على سحر ونحر عائشة رضي الله عنها. هنا دفن عليه الصلاة والسلام، ووضع ستار بعد ما دفن. ثم أبو بكر رضي الله عنه دفن هنا أيضا. وضع هذا الستار، كانت عائشة هنا رضي الله عنها، وعمر أزال الجريد الذي هنا وبنى ليكون أسر لعائشة رضي الله عنها. ثم لما توفي، لما استشهد عمر رضي الله عنه، دفن في هذا المكان ووضعت ستار هنا. وكانت عائشة رضي الله عنها تسكن وهنا قرابة 37 سنة، وهنا مع الحجرة. فبعد وفاة عمر رضي الله عنه أصبح هذا الجدار من اللبن بدل الجريد، وكانت هنا وفي الداخل لها شيء يسير. وكان هنا فيما يظهر الله أعلم هنا فتحة، كان الصحابة يستأذنون عائشة ويدخلون يسلمون على قبر يسلم الصحابة، فأغلقت عائشة هذا المكان. وبعد وفاة رضي الله عنها هذا الباب أغلق ووضع مكانه لبن. ثم في عهد الوليد عام 88 هدم الحجرات، لأن قد تقادمت أصبحت قديمة، فوضع بدل اللبن هذا حجارة لونها ونوعها قريب من لون الكعبة، جدار الكعبة. ارتفاع الجدار 6 أمتار وزيادة، وهنا صندوق
لم يفتح من قبل يعني، ولا يعرف فيه ماذا فيه، صندوق خشب يقال، لكن العلم عند الله أن هذا فيه مصحف الذي قتل فيه عثمان، اللي قتل وعثمان، والمصحف في حضن عثمان رضي الله عنه، يعني حتى السمهودي ما رأى ماذا فيه. عرض الجدار هو نفس من بناه عرض اللبن هذا تماما، فجعلوا على نفس البناية في العرض 73 سنتي عرض الجدار، وهذا الجدار ما فيه باب ولا وليس فيه نافذة، وسقفه من خشب، وهذا يكون قبر النبي صلى الله عليه وسلم هنا، وابو بكر وعمر رضي الله عنه، واقدام عمر ملتصقة بنهايتها في الجدار هذا. لك في صحيح البخاري لما هدموا هذا الجدار ظهرت لهم أقدام، فلما سألوا عنها قالوا هذه أقدام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وجعلوا على الغرفة لما أزالوا هذه الغرفة من باب دقتهم في العمل نهاية الجدار من هنا، وضعوا علامة له في الجدار المثلث، وهو هذا كما سيأتي، وضعوا جدار هذه الحجرة، ونهاية الفناء أو الحوش هذا يجعله علامة عليه، هذا نهايته، فهنا 3 متر تقريبا ونص، وهنا 1.5 متر تقريبا، هذا هو من هنا إلى هنا، هذا مساحة الروضة شرق غرب 6 متر فقط، يعني 3.5 و2.5 6 متر، هذا مساحة الروضة، نهاية هذا هو هذا. فوضعوا جدار آخر، لأن يعني الأول هذا عرضه 73 سنتي، وضعوا هذا الجدار 63 سنتي، وهنا في فتحة بينهما، وهذا في عهد الوليد. فبعد الجدار الثاني أصبح 87 في 57، ثم هذا متر وشوي، وهنا 5، وهنا هذه أمتار السمهودي يرضى رحمه الله. ثم مرحلة الثامنة وضعوا رخام أسفل الحجرات، ارتفاع قرابة 1 متر، ثم جدد الرخام هذا وزيد في ارتفاعه. بعد سنة 881 يعني بعد تقريبا 800 سنة، ليس 800 سنة، سقط هذا الجدار الخارج على الجدار الداخلي، فسمعوا صوت ففتحوا فتحة هنا، فوجدوا أن الجدار هذا ساقط على هذا الدار، فهدموا تقريبا، لم يبقى إلا الزاوية هذه وهذه زوايا، بعضه زيل بالكلية وبعضه بقي يسير منه، يعني بعضه نزلوا بقي حوالي، بعضه بقي 2 متر، وبعضها لم يبقى، بعضها هدم 1.84 متر، وبعضها هدم 230، لكن بعضها ما لم يتعرضوا له لأنه سليم. ثم هذا شكل ما بقى الذي هدموه تفاصيله، هنا أرض حصبة وهنا حجارة مصفوفة
هذا المثلث. ثم هذا الفراغ ملأوه بالجص، فلم يكن فيه فضاء بين الجدارين، وإنما جدار واحد، أصبح جدار واحد عريض. فلما وحدوا فأصبح ما بين الجدارين من جهة قبر من جهة رأس النبي صلى الله عليه وسلم عرض الجدار 1.59 متر، ومن الناحية الأخرى 1.82 متر، وهنا 1.72 متر، وهنا 1.41 متر، وهنا عرضوا الجدار هذا زيادة لأن صار فيه صدع، وهنا عرضها 63 سنتي لأن ما في خلف جدار آخر، وهنا 73 سنتي لأن لم يكن في جدار آخر. أما بقية الجدران مثل هذا الخارج والداخل يضموا على بعض فأصبحت هذه الأطوار. ومع هذا البناء في هذه قبة خشبية، ومن هذه الجهة جص، ولا والقبة هذه صغيرة ارتفاعها 2.26 متر، وهنا كما سبق ارتفاعها 6 متر وزيادة. فمجموع ارتفاع الجدار مع القبة 8.39 متر، يعني من هنا إلى هنا 8 متر وزيادة، وإلى الآن على هذه الحالة. ومن عام 881 إلى الآن ما فتحت ولا دخلها أحد، حوالي 700 سنة أو 650 سنة تقريبا ولم تفتح. السمهودي رحمه الله يقول لما دخلنا إلى الحجرات لم نجد القبور الشريفة أثرا، لأنها حوالي 700 سنة مغطاة ما في هواء ولا وجدر، فما وجدنا أي أثر. قال فاجتهدت أنا ومن معي من العاملين فوضعنا حصبة، قلنا لعل هذا مكان قبر سلم وهذا أبو بكر وهذا عمر، وهذه هي الجدر. قال لم نجد يعني جدر أخرى. وأما قصة أن الثلاثة أو الاثنين الذين يحفرون القبر من أسفل يدخلون القبر، هذه قصة مكذوبة ما لها أصل. فالآن الحجر النبوية مثل هذا، هي رخام ثم بعدها بدون شيء وفيه القبة. وبعد الرخام هذا الأطوال التي وضعها السمهودي تغيرت، تغيرت هذه الأطوال، لما الرخام يزيد هنا ويزيد هنا وهنا يتغير. وضعنا تمتير لها لم يسبق من قبل للحجرة على الوضع الحالي. هذا أول تمتير للحجرة النبوية بعد وضع الرخام لها، يعني مترها السمهودي قبل وضع الرخام، ثم لم يمترها أحد بعد، ثم وضعنا هذه الأمتار. وهذه أمتار دقيقة الحجرات، فأصبح الضلع الجنوبي هذا 8 أمتار مع الرخام، وهذا نفس الأطوال، يعني كان أول 1.15 متر قبل الرخام، بعد الرخام أصبح 1.60 متر، وهكذا التفاصيل. هذه دقيقة جدا التفاصيل. الحائط اللي هو هذا له مراحل على التاريخ. عام 668 وضع الطاهر بيبرس حول حجر حائط من خشب، ثم 694 زاد الملك زين الدين كتبغاه حائطا خشبي، دار الحائط الخشبي، يعني حائطين وضعوا حائطين. ثم 886 احترق المسجد واحترق معه الحائطان خشبيا، فعمل قايتباي حاجزا نحاسيا من جهة القبلة
إلى الآن محاسب، وبقية الجهات حديد إلى الآن. في عهد السلطان عبد المجيد هنا قبل تقريبا 200 سنة جدد الحاجز النحاس الذي في الجهة الجنوبية، وهو الذي يقف عنده الناس مكان السلام يعني، ويضم هذا الحاجز اللي هو هذا بيت حفصة، وخارج الحجرات، وجزء من هنا، هذا خارج الحجرات، وهذا خارج الحجرات، ويظن وهذا من المسجد النبوي، وهذا بيت حفصة، وهذا بيت علي وفاطمة رضي الله عنها. ذلك هذا الحاجز يضم بيت عائشة وحجرتها، وجزء من بيت حفصة، وجزء من الروضة، وبيت فاطمة، وفضاء من الجهة الشرقية. هذا الحاجز يضم هذا الأشياء. لو تلاحظون بيت علي تقريبا مساوي بيت النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا، وهنا أكيد أنهم إلى هنا. هذه أطوال بيت علي رضي الله عنه، 7 متر في 6. الآن يفصل بين من هنا الدخول للحجرة النبوية، هنا باب الآن يعني، وهنا فتحة باب بدون باب مفتوح يعني بدون. بعد 6 متر تجد هذه الزاوية من هنا لهنا، هذه الأطوال وهذه الأطوال وهذه التبت، هذه الأمتار لم يسبق لأحد أن مترها من قبل. هذا أول تمتير وضعنا التمتير لها، هو تمتير دقيق. وهنا باب آخر من هنا الباب، وهنا باب، وعرض الباب مكتوب أطواله هنا. ثم هذا شبك نحاسي، ثم جدار، ثم شبك نحاسي، ثم فتحة باب، وهذه أعمدة. مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هذا جداره، عرضه 63 مترا، وهذا جدار طبعا بيت عائشة رضي الله عنها. فمن هنا يبدأ المسجد النبوي، من هذا الجدار إلى المحراب 23، إلى المنبر 23 متر، فبين بيتي ومنبري روضة الجنة، وهنا العرض 6 متر فقط. أن الروضة ليس لها فضل، لكن فقط أن أذكر باب البيان، وما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة يعني مثل ما قال المسلم، إذا مرتم برياض الجنة فارتعوا، قال رسول الله من رياض الجنة قال حلقة الذكر، قال ابن حجر وغيره. لما كان في عهد المسلم هذا المكان تعليم الصحابة، كان المسلم يعلم الصحابة، كانت روضة من رياض الجنة. فالذي يسلم الآن على النبي صلى الله عليه وسلم من مكان السلام من هنا إلى رأسه عليه الصلاة والسلام 7 أمتار، بعيد في حاجز النحاسي، في هذا الجدار الذي عرضه من هنا 1.59 متر تقريبا، 2 متر من هنا عرض الجدار. هذا التفصيل 92 فضاء هنا، ثم حاجز نحاسي 10 سنتي هنا، ثم فضاء بين الحاجز النحاسي والجدار 4 و14 سنتي هنا، ثم الجدار المخمس عرضه 63، ثم جدار، ثم سد، ثم فضاء سد عرضه 25 له هذا ما بين الجدارين، ثم جدار الحجرة عرضه 73 سنتي، فضى بين جدار الحجرة والقبر 23 سنتي عليه الصلاة والسلام. ومن جهة الدكة يعني عكس الذي يسلمون، من هنا إلى رأس النبي صلى الله عليه وسلم 17 متر. شوفنا في الدولاب مصاحف 23 سنتي، بعدين حاجز نحاسي 10، ثم فضى 7 متر، ثم جدار
هنا 10 سنتي، ثم فضاء 253، ثم جدار 63، ثم مترين 68، ثم جدار 63، ثم فضاء داخل حجرة 260 سنتي، ثم من بداية القبر إلى رأس النبي صلى الله عليه وسلم نص سنتي تقريبا، في المجموع 17 سنتي. يعني مكان هنا بعيد جدا، سقف البيت، بس نذكر السقف، مراحل البيت إلى القبة الخضراء، التاريخ هذا. كان سقف المسجد مثل ما سبق لكم جريد نخيل، وعام 88 في عهد الوليد جعل سقف من خشب، وعام 81 جعلوا قبة صغيرة من خشب على البيت عائشة بدلا من السقف، وعام 1228 وضع عثمان السلطان العثماني محمود هذه القبة وهي فوق القبة الصغيرة، أتمنى على عائشة. يعني هذا على البيت، هذا البيت، ثم القبة الكبيرة الخضراء عام 1228. والقبة الخضراء ما كانت قبة خضراء، غيروا ألوانها في عام 678، أحدث الملك غلاوون قبة محاذاة لبيت عائشة، وهو من أحدثها، هذا أول قبة. في عام 881 أصلح هذه القبة الكبيرة. يعني في عام 886 احترقت القبة، وعام 708 أعاد السلطان قتبة بناءها بعد احتراقها. في عام، طبعا شوف هنا هذه القبة، هذا سقف البيت ثم القبة. أول شيء 678 سقف، ثم 88، في عام 1233 محمود الثاني عاد بناه وجعل لونها أزرق، كانت البداية خشب، لون خشبي، ثم جعلت أزرق. ثم عام 1253 جعل لونها أخضر، يعني كانت خشبي ثم أزرق ثم أخضر. وهذا مدار ومحيط القبة الخضراء الكبيرة، فليست على بيت عائشة ولا الحجرة، بل خارج بيت حفصة، خارج فضاء، خارج، لأن الحجرة تنتهي هنا. وبعض العلماء يقول بين عائشة بين بيت النبي صلى الله عليه وسلم هنا وبيت علي فضاء، مكان تخلي النبي عليه الصلاة والسلام لنقضى حاجته، لكن يذكر، لكن ما وجدت سند صحيح. لا خلاص، ها خلاص، في هذا المسجد ومراحل الحجرة النبوية، والله أعلم، صلى الله وسلم بمحمد. يقول هل الروضة مواطن استجابة الدعاء؟ لا، الروضة ليس لها فضل مثل ما سبق لكم، فليس لها خاصية خصوصا عن غيرها. يقول كم عمر المنارتين القديمتين؟ تقريبا 500 سنة. يقول لماذا كان الجدار مثلثا؟ الشخص إذا أراد أن يصلي ما يأتي يصلي محاذاة الجدار كي، وإنما يأتي يضع الجدار أمامه، فلو وضع الجدار أمامه يصلي هنا ما في قبر، ولو أتى هنا يصلي ما في قبر، ولو أتى هنا وضع الجدار أمامه يصلي ما في قبر، هنا يصلي ما في قبر، هنا ما في قبر، هنا الإنسان ما يصلي أصلا، لازم يتوجه الجدار. فجعل هذا الجدار الحزام حتى لو أحد أراد أن يصلي القبور
لا يتوجه لها أصلا، ما يستطيع. هذا من حفظ الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: اللهم لا تجعل قبري عيدا، يعني يعودونها الناس. فالآن إذا أتى الناس ما يأتون القبر، خارج بعيد. يقول كيف كان سلام الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته؟ كان هذا قماش، كان يستأذنون عائشة أن يدخلون مع الباب، ثم ترفع لهم الستار فيدخلون يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم من هنا ويخرجون، ما كان يسلمون من هنا خارج الجدار. إن كان خارج الجدار لا يكون قد سلم أو وصل القبر، كان يدخلون ويرفعون الستار الذي عند رأس النبي صلى الله عليه وسلم فيسلمون عليه ثم يخرجون. ولما مات أبو بكر رضي الله عنه كذلك، فلما كثر الناس وخشيت يدخلون بكثرة وضعت جدار بحيث ما حد يدخل إليها.